إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعين وأستغفر، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطاي وخطاكم. اعلم أنه إذا دخل عليك العشر الأواخر من رمضان الأصل بك أن تعتكف في بيوت الله، لهذا عائشة كانت تقول رضي الله تعالى عنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله. تأمل بمعنى آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر صلى الله عليه وآله وسلم، لهذه هذه فرصة بمجرد عشرة أيام تغنم، يغفر الله عز وجل شأنه لك ما تقدم من ذنبك، وإن كنت مؤمنا محتسبا لهذا الاعتكاف، لهذا لا تضيع عشرة أيام في الاعتكاف حتى تنال أجرا عظيما بإذن الله. سؤال الحلقة 27، ما هو الحديث المنقول عن عائشة رضي الله عنها في هذه الحلقة؟